اللبناني. مسيحيين ومسلمين على اللقاء حول كلمة سواء. غبطته إن غبطته يشجع على أي عمل ينتج عنه التوافق على كيفية الخروج من هذه الكارثة بأقل خسائر ممكنة، وأيضا يشجع فورا على انتخاب رئيس للجمهورية يكون من بين أولوياته توحيد كلمة اللبنانيين. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. الحقيقة أنا اللي بتأسف جدا على الكلام اللي عم ينقال، اللي عم بيطلعوا على الشكل، فأنا يعني أتمنى أن يطلعوا على المضمون. هذا المضمون الوطني الجامع الذي قيل في البيان بالأمس هو كنت أتمنى من الفريق الذي انتقد الشكل ووجود ثلاثة أشخاص ولم يكن موسعا أن يحكم على مضمون هذا البيان. وقف اطلاق النار، تطبيق 1901، انتخاب رئيس جمهورية، لم نذكر أي شيء آخر. إن هذا البيان اللي صدر بالأمس بيان وطني بامتياز، فنحن نتمنى من الجميع أن يؤيدوا هذا البيان وأن نعمل سوية لتحقيقه بيد واحدة، لأن لبنان لأننا كنا بالأمس واليوم وغدا سنبقى نصون مصلحة لبنان ونخدم لبنان واللبنانيين. دكتور رئيس عن حوار وين؟ بالكركي بمجلس النواب بالسراي الحكومة، من يترأس هذا الحوار؟ نحن نعرف انه رئيس كركي كان داعي لحوار من يومين. نحن ليك الحوار ما النقطة الأساسية هي انتخاب رئيس جمهورية. اليوم في عنا بالواقع بعض مشاكل بالأسماء ربما، وهالاسماء قال الرئيس بري، وقلنا امبارح بينا رئيس جمهورية ان لا يكون رئيس جمهورية التحدي، ان يكون رئيس جمهورية ليس مع فريق ضد فريق، فهذا هو المطلوب بالوقت الحاضر. يعني وربما ينتج دكتور رئيس هل المشكلة بموضوع رئيس الجمهورية عند المسيحيين، يعني جايين عند سيدنا البطرك وكأنه المشكلة عند المسيحية اليوم، بينما في فريق ممانع كان عم يرفض فتح مجلس النواب. نحن اليوم نبني على الأمور بحينا. امبارح البيان واضح مع انتخاب رئيس جمهورية، لم نضع شروط ولا نضع شيء، ولكن بالنهاية طبعا مشكلة عند المسيحيين لحتى نقدر نتوافق نحن وياهم رئيس جمهورية. لا فريق المسلمين بيقدر يجيب رئيس جمهورية لوحده، ولا المسيحيين بيقدر يجيب رئيس لوحده. الطائف كان واضح بهذا الموضوع بالدستور، بيقول أكثرية التلتين لحتى ما ينفرد فريق واحد بيملك نص البرلمان انه يجيب رئيس جمهورية. فنحن ناخذ من هالعبرة وناخذ من هالحكمة انه نكون رئيس الجمهورية يمثل اغلب اللبنانيين دون تحدي لأحد. بدنا رئيس يكون مشكل بالناقص مش مشكل بالزايد. أنا رديت على الجواب وقت سألني رامي. الموضوع الأساسي ننظر على المضمون، ما نتطلع على الشكل. الأمور اليوم ما بتحمل أي مهاترات أو أي اتهامات مش بموقعها. الموقع أنا بقول نحكم على مضمون البيان. إذا في انتقاد على مضمون البيان نحن مستعدين نبحث، ولكن هذا البيان صدر بوطنية خالصة بكل ما يتعلم هذا الموضوع.